يبقى حوالينا ناس ما يحبوناش، دي بركة لينا. ليه؟ لأن من غيرها معرفش أدخل السماء. لما ألاقي واحد بيعاكس فيا أقدم إيه؟ كانت تسوني إنجيل مرة قالت دخلت فجأة لقيت أبونا شو؟ يقول اشكرك لأنك أذللتني، ترى أكيد حد قبله وصرف تصرف وحش معاه، فقالوا دي أحسن عطية أنت قدمتها لي. نفسنا حياتنا تبقى نتمتع بالخلاص من خلال الحب، لأن النهاردة كلنا بنشتكي مفيش حب. أحد الآباء المعاصرين كتب كلمة هي صحيحة لكن مفيدة، قال إيه؟ قال قانون العالم الظلم. قانون العالم إيه؟ الظلم، الشاطر اللي يغلب. وقانون الإنسان المسيحي إن يقبل الظلم بالحب. إذا ما لقيتش حد يظلمك أعرفك إنك مش ماشي صح. الترمومتر اللي تعرف إن ربنا بيوضب لك مكان حلو إنك تلاقي واحد بيضايقك.